منعود لكم مباشرة مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيداء الجبيلي ومحمود الحلبي من السراي الحكومي، لنسأل وزير الاقتصاد أمين سلام وفور خروجه من هذه الجلسة. معاليك نحن على الهواء، بس أنا نسأل سؤال يلا. طيب معاليك، أول شيء بدنا نسألك قبل ما نفوت بموضوع الكهرباء، شو صحة تصدير لبنان لكميات من القمح المستورد من السنة الماضية إلى الخارج، وهذا اللي بند من البنود اللي موجود اليوم على جدول الأعمال؟ لا ما وضحي لي، ما فهمت. في بند بيقول اليوم بأنه حتناقشوا موضوع تصدير كميات كبيرة من القمح، كانت موجودة من السنة القاسي. قمح القاسي في عنا نحن القمح القاسي وفي القمح الطري. القمح الطري ما بينلعب فيه، هذا بيتصنع فيه الخبز العربي، بيضلوا بالبلد لأنه قمح مدعوم ممنوع التداول فيه أصلا. في عنا كميات قمح قاسي، كنا نحن بعد حرب أوكرانيا وروسيا وبعد ظروف البلد اتخذ قرار أنه ما نطلع هذه المواد الأولية، ما نصدرها، خليها بالبلد حتى بركي صار عنا، لأنه ما عنا إهراءات وما عنا وما عنا وما عنا، حتى يضل هذا القمح إن كان قاسي أو طري بالبلد. لأنه القمح القاسي صحيح المزارع بيستفيد أكثر لما يصدره، بس تقدر كمان تخلطي كميات نسب صغيرة منه مع القمح الطري، فتخذ وقتها قرار بتوقيف تصديره. رجعنا أخذنا قرار بمجلس الوزراء تقريبا من 7-8 أشهر أو أكثر بالسماح بتصدير القمح القاسي، لأنه ما عاد فيها ظروف الطارئة والمزارع اللبناني بحاجة، لأنه بعد ما بيع كميات بقلب البلد يعني لبعض المعامل الباستا في فائض، طلب وزير الزراعة أنه خلينا نصدرهم. أوكي. فنحن قلنا أكيد وفتحنا باب التصدير وصدروا لبرا. اليوم اللي صار انه مثل وزير الزراعة عم بيأكد على المؤكد، لانه عم بيقول انه بعد في كميات لازم تتصدر، لان احنا بس صارت حرب غزة رجعنا شدينا الفريمات شوي، قلنا خلينا نشوف شو بده يصير، وقفنا الكميات. فهو كان عم يعمل ردة فعل على التوقيف اللي عملناه، رجعنا مشيناه نحن قبل ما يطلع هذا القرار اليوم. يعني اوكي، وين محطوط؟ بتصدروا لعدد من الدول يعني حسب مين؟ بتصدر على تركيا، على ايطاليا، بتصدر على الدول المصنعه اكثر شيء للباستا وكل المواد اللي هي فيها نوع من الصناعات الصلبه للقمح يعني. فهذه هي. طيب في بقول هيك نوع من الخضة تم إطلاقها عبر إعلان من حضرتك بأنه اليوم قطر عرضت إنشاء 3 معامل كهرباء بتكلفة صفر وتمت عرقلته. من عرقل هذه؟ أنت بتذكري مش هلأ، لا اليوم ولا هذا الأسبوع، من 4 أشهر أنا كنت بقطر وطلع الخبر أنا وبقطر أنه قطر تقدم 3 معامل طاقة شمسية بقوة 150 ميجاوات كل معمل، وأنه تقدم هذا الشيء ضمن الاتفاق اللي معمول بالنفط والغاز بين توتال وقطر أنرجيز والدولة اللبنانية. ولما كنا بقطر بحضور سفيرتنا وحضور الوفد اللبناني، وزير الطاقة القطري ببلغنا قدام الكل يعني انه في 3 معامل نحن طلبنا من الدولة اللبنانية تحدد 3 مساحات اراضي، وبالتكنولوجيا الجديدة بدك مساحات اراضي صغيرة، يعني ما بدك نص الجبل لتعملي معمل طاقة. وقال انه هن مستغربين انه رغم حاجة لبنان للكهرباء 7 أشهر ما صار اي تحرك. أنا حملت هذه الرسالة، أول شيء طلعنا بالإعلام من هنيك أنه تبلغنا هالشي، وسألتهم للقطريين إذا عندكم مانع أنا أنزل أحكي فيه، قال لا بالعكس أنزل أحكي فيه ورجع أكد عليه. نزلت لهون أنا اجتمعت مع رئيس الحكومة وحكيت مع وزير الطاقة أنه يا جماعة شو صار من 7 أشهر لليوم. بلغني بوقت رئيس الحكومة أنه لا هو عم يتابع الموضوع وحيتحرك الملف. وأنا تركتها بأرضها على أساس أنه حيرجع يمشي الحال. رجعنا رحنا زيارة تانية على خطر يعني بعد 4 أشهر من 7 أشهر اللي أنا بعتبرهم ضياع، وقت ضايع على لبنان اللي بحاجة لربع كيلووات كهرباء. رجعنا رحنا لهونيك كمان كان في سؤال مرة جديدة، شو عملتوا بموضوع بدكن هالطاقة المتجددة ولا ما بدكن إياها؟ وأنا رجعت أكدت بالنيابة عن لبنان كله أنه أكيد بدنا إياها وأكيد بدنا نشتغل عليها، وأنا شخصيا حارجع تابعها.
يبدو انه الجهات القطرية حسوا انه لما عم تجي الاشياء بشكل كبير عم تخلق نوع من العرقلة والفوضى، لانه منعرف المطامع اللبنانية وسياسة النكد والمحاصصات لما بيشوفوا شغلة كتير كبيرة بتخضهم وما بيعد يعرفوا ياخدوا قرار. هلأ رجع اجى القطري قال طيب بركب 100 ميجاوات بيمشوا، يعني عيب. فأنا ملاحق الموضوع أنه بركي إذا أجا هيك الرقم صغير بيقطع، أنه منقدر نعمل هالمئة ميجاوات نعطي شوية كهرباء للعالم. لو مشينا مضخات المي اللي بتوصل مي على جبل لبنان وبيروت، يعني بس بالحلال والحرام. عيب، شيء معيب اللي عم بيصير. أنه من سنة في مبادرة لإطلاق 3 معامل كهرباء بدهم تنفيذهم 6 أشهر لتبلش فيهم، قلنا سنة ما نحطت آلية بعد شو بدنا نعمل. أين وزير الطاقة من كل ما تكلمت به؟ ما بقى أنتوا فتشوا عليه، أنا حكيته هلأ بدي شوفه قريبا لأحكي أنا وياه رسميا بهذا الموضوع، لأنه أنا ما حدا يقول أنه وزير الاقتصاد ما في دخل بهذا الملف. أنا نص اقتصادي مضروب من موضوع الطاقة، نص شعبي هاجر من موضوع الطاقة بلبنان. فاليوم لا، أنا بدي أحكي بموضوع الطاقة وبدي أدخل بموضوع الطاقة وبدي أسأل وين المعامل وأمتى بدهم يسيروا. بس كمان امبارح شفنا في اغلاق لمحلات الودن بيكري بالبقاع، خبرنا اكثر يعني اليوم شو سويتوا وهل فعلا الوضع خطير؟ لا اقول لك حقيقه، نحن مثل ما دائما انا بقول وزاره الاقتصاد والاجهزه الامنيه عم بتكون العين الساهره على سلامه موضوع الطحين والقمح. وللاسف للاسف الظاهر انه في ناس نفوسها دنيه وما بتشبع سرقه وما بتشبع غش. امبارح تبين ضبطنا نحن وزاره الاقتصاد وامن الدوله كميات من القمح الفاسد او عفوا طحين اللي خالصه مدته، وهلا القضاء اخذ مجراه وفي ناس موقفين والتحقيق مفتوح. بس نحن اللي بنقدر نقوله انه كل مخالف وكل سارق وكل مين بده يلعب باكل الناس وسلامه الغذاء، رغم انه مش كل مسؤوليتنا سلامه الغذاء، نحن له بالمرصاد مثل ما دائما بقول. شكرا لك على هيدي المدخ، حنخليك تكفي الحديث. اذا مشاهدينا الكرام نحن اكيد رح نعود لكم فور يعني نزول وزير الاعلام للادلاء بالتصريح بختام هيدي جلسه مجلس الوزراء. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه، وانتظرونا دائما عبر هنا لبنان. كانت معكم غيداء جبيلي ومحمود الحلبي.